السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد، نصوص جديد، وهو نص من أعمال الخير. طبعا الدرس ده بيتحدث عن أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان. يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمل الخير وأداء الصدقات. خلاص كده، بيتحدث عن هذا النص عن الصدقات وأنواعها، وبيقول في صدقات قولية كالكلمة الطيبة والعدل بين المتخاصمين، وصدقات فعلية كإعانة المحتاج والمشي إلى الصلاة وإماطة الأذى عن الطريق. طيب، النص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. خلاص كده. طيب، أول حاجة، راوي الحديث هو سيدنا أبو هريرة. مين أبو هريرة ده يا أولاد؟ هو عبد الرحمن ابن صخر، كان في العام السابع للهجرة، وروى الكثير من الحديث من الأحاديث النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 59 هجرية. يبقى أبو هريرة، ولقب بأبو هريرة نسبة إلى الهرة، كان عنده قطة أو هرة صغيرة كان يحبها حبا شديدا ويعتني بها كالعناية بابنته، لذلك لقبه أصدقائه بأبو هريرة. خلاص كده. طيب، تاني الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. طيب، يعني إيه سلامة؟ سلامة اللي هو مقدار عقلة الأصبع، ويقصد بها الشيء الصغير، يعني مقدار صغير أو شيء صغير في الجسم. خلاص كده. طب جمعها إيه؟ سلاميات. جمعها سلاميات. خلاص كده، سلاميات. طيب، عقلة، يبقى سلامة يعني عقلة الأصبع، مقصود به هنا الشيء الصغير في الجسم. صدقة يعني ما يعطى للفقير تقربا إلى الله، وجمعها صدقات. تطلع، كل يوم تطلع يعني تشرق وتظهر. تعدل بين اثنين يعني تساوي وتنصف، مراد تحكم بالعدل بين الناس. طب مضادها ايه؟ تظلم. تعين يعني تساعد، ومضادها تخذل وتعوق، او تخذل وتعوق. خلاص كده. دابته، الدابة هي كل ما يدب على الأرض من الحيوانات وغيرها، يعني أي حد بيمشي على الأرض يعتبر دابة. الجمع دواب، جمعها إيه؟ دواب. تحمله عليها يعني ترفعه عليها، مضاد تنزله وتضعه. ترفع يعني تحمل وتنقل، مضاد تضع وتخفض. متاعه اللي هو كل ما ينتفع به من أثاث وأدوات وسلع، وجمعها أمتعة. الطيبة يعني الحسنة والصالحة والنافعة، ومضادها الخبيثة. خطوة، جمع خطوات، خطوات وخطى. تميط يعني تبعد وتمحي، مضادها تقرب. الأذى الضرر، مضادها النفع. خلاص. الطريق، جمعها الطرق. طيب، تعالى معايا كده نعرف ايه هو شرح الحديث. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني ان الله سبحانه وتعالى انعم على الانسان بنعم كثيرة. ويوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اننا يجب ان نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فيخبرنا ان كل يوم يمر على الانسان يتصدق فيه بصدقة تقابل كل عضو من اعضائه او مفصل من مفاصله وعظامه. يبقى كل يوم يمر على الإنسان يجب عليه أن يتصدق فيه بإيه؟ بصدقة. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشكالا مختلفة من أعمال الخير والصدقات، ويبين لنا أن الصدقة لا تقتصر على إنفاق المال فقط. يبقى الصدقة لا تقتصر على إنفاق المال فقط. في الحديث ده بيوضح لنا ان الصدق ممكن تكون باشياء اخرى غير المال، غير ان انا اتصدق على الفقير. ايه هي بقى؟
زي ايه؟ قال لي اول حاجة ان كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، يعني الحكم بالعدل بين المتخاصمين اثنين يعتبر صدقة. يعني لو في اثنين متخاصمين وانت وفقت بينهما وعدلت بينهما تعتبر دي صدقة. وكمان عندما تجد احد الناس يحتاج ان تعينه على وتساعده في ان يحمل متاع او يرفع متاع على دابته تعتبر صدقة. وكذلك الكلمة الطيبة صدقة، ان تتحدث مع الناس بالكلام الطيب صدقة. وكل خطوة تمشيها الى الصلاة، يعني كل خطوة تمشي فيها الى المسجد لتؤدي صلاة من الصلوات تعتبر صدقة. واماطة الاذى عن الطريق صدقة. خلاص كده يا اولاد، يبقى انا عندي هنا من انواع الصدقات، الصدقات بالمال فقط لا، ممكن صدقة بالعدل بين اثنين، اثنين إعانة الرجل على دابته ومساعدته أن يرفع عليها متاعه، ثلاثة الكلمة الطيبة تعتبر صدقة، أربعة كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تعتبر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق برضو صدقة. تمام كده؟ وهنا اتضح لي ان هناك صدقات قولية وصدقات فعلية. ايه هي الصدقات القولية وايه هي الصدقات الفعلية؟ الصدقات القولية زي العدل بين الناس، سواء كان بالاصلاح بينهما او الحكم بالعدل بينهما. وكذلك رقم اثنين الكلمة الطيبة من الصدقات القولية، مثل ذكر الله والتحدث مع الناس بما يسعدهم وشهادة الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كله ايه؟ صدقة، اللي هو كلمة طيبة. يبقى اول حاجة الصدقات القولية تنقسم إلى العدل بين الناس والكلمة الطيبة. طيب إيه هي الصدقات الفعلية بقى في الحديث؟ قال لي الصدقات الفعلية زي مساعدة الآخرين كإعانة الرجل في حمل متاعه أو إصلاح شيء، اتنين المشي إلى الصلاة، تلاتة إماطة الأذى. خلاص كده؟ هنا سؤال مهم جدا، يقولي ذكر الحديث أنواعا مختلفة من الصدقات وضحها. هتقول له إن من الصدقات صدقات قولية زي العدل بين الناس والكلمة الطيبة، وصدقات فعلية زي مساعدة الآخرين والمشي إلى الصلاة وإماطة الأذى. طيب ايه هي مواطن الجمال؟ اول حاجة قال لي كل سلامة من الناس عليه صدقة، تعبير جميل يحي بوجوب التصدق شكرا لله، بوجوب التصدق على الانسان شكرا لله. طب كلمة كل تفيد العموم والشمول، عموم وشمول كل الايه؟ كل اجزاء الايه؟ الجسم اللي انا لازم اتصدق عليها. طيب صدقة نكرة تفيد العموم والشمول لاي نوع من الصدقات. عبارة كل سلامة من الناس عليه صدقة اجمال، والحديث بعدها تفصيل لها. يعني العبارة دي اجمال، وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل لنا انواع الصدقات بقى زي ايه وايه وايه وايه. خلاص كده؟ يبقى كل سلامة من الناس عليه صدقة. هتقول لي علاقة الحديث او علاقة باقي الحديث بما بهذه العبارة، هيبقى تفصيل بعد اجمال. كل يوم تطلع فيه الشمس تعبير يفيد الاستمرار وضرورة المداومة على فعل الطاعات. تعدل بين اثنين صدقة، تعبير يدل على اهمية اقامة العدل في حياتنا. طيب تنكير كلمة اثنين يفيد العموم والشمول. تعين الرجل في دابته، تعبير يدل على اهمية التعاون في حياتنا. طب كلمة دابة تفيد العموم والشمول لكل ما يركب الإنسان. خلاص كده يا أولاد؟ طيب فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. استخدم حرف العطف أو يفيد تنوع صور التعاون وأشكال المساعدة للضعفاء. علاقة هذه العبارة بما قبلها تفصيل بعد إجمال. خلاص كده؟ طيب ترفع له عليها متاعه، تعبير يحث على التعاون ومساعدة الآخرين. بين تحمل وترفع بينهما ترادف يؤكد المعنى. الكلمة الطيبة صدقة، شبه الكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق به ليدل على أثر الكلمة الطيبة بين الناس. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تعبير يحث على المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. تميط الأذى عن الطريق، تعبير يحث على المحافظة على سلامة الناس وعلى البيئة. خلاص كده؟ استخدام الأفعال المضارعة تطلع وتعدل وتحمله وترفع وتمشيها وتميط، كل الأفعال المضارعة قلنا ان هي بتفيد التجدد والايه والاستمرار واستحضار الصورة. طيب تكرار كلمة صدقة مع كل عمل من أعمال الخير لتأكيد أهميتها وأثرها في حياتنا وتنوع أشكالها.
لماذا كان التعبير النبوي أجمل؟ الكلمة الطيبة صدقة أجمل أما الكلمة الطيبة واجبة؟ هتقول الكلمة الطيبة صدقة لأن صور الكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق به ليدل على أثر الكلمة الطيبة في الناس، ليدل على أثر الكلمة الطيبة في الإيه؟ في الناس. وبكده يا أولاد نكون خلصنا نص من أعمال الخير. أرجو أن أنتوا تحفظوا الحديث والشرح طبعا نذاكره كويس ومواطن الجمال، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.